بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجهم والعن عدوهم. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة موضوع الهيمنة، الآية من سورة المائدة الآية رقم 48. موضوع الهيمنة في الواقع وكما في كثير من التفاسير بيّنت أن أحكام الإسلام العظيم ومبادئه مهيمنة على جميع المبادئ الأخرى، سماوية كانت أو وضعية. بمعنى أوضح أن الهيمنة دليل منضم إلى باقي الأدلة في وجوب الامتثال ولزوم الاتباع لكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وما جاء به آله الكرام الطيبين الطاهرين. ومجمل ما جمع على تصنيف العلماء والفقهاء أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وما فعله وما قرره هو حجة علينا، وكذلك ما فعله وقاله وقرره آله الكرام الطيبين لأنهم عدلوا القرآن العظيم. ووجه الإلزام إضافة للأدلة المذكورة في مظانها أن الواجب يمتثل بالفعل والحرام يمتثل بالترك، إضافة إلى المكروهات والمستحبات والمباحات المفصل بيانها في جميع كتب المسلمين المعنية بهذا العلم. ولكن قبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بحقيقة الهيمنة والتي سنخرج منها إلى بيان أحكام وآداب القتال عند سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام، يلزم أن نبين أبعاد الهيمنة ومعناها بشكل أوضح وكيف تكون مبادئ الإسلام مهيمنة على جميع المبادئ على مر الزمان وكثرة الاتجاهات والمذاهب والأديان.
وجه الهيمنة في الواقع يمكن أن نفهمهم بشكل يحتوي على بعدين. البعد الأول الهيمنة بمعنى أنه نسخ ما كان قبله، والبعد الثاني أنه هيمنة تفضل على ما كان قبله. فبالحالين لا يمتثل الذي كان من قبل، لأنه في الحالة الأولى يكون حسن وما عداه غير حسن، وفي الحالة الثانية يكون أحسن وما عداه حسن. لهذا أن المعنيين بدراسة الأحكام التي تخص أحوال الإنسان في جميع أبعاد حياته، مما يتعلق في عباداته ومعاملاته وعقوده وإيقاعاته ومواريثه، وحتى بالنسبة لقبل هذا كله عقائده، يلزم أن يرجع إلى الإسلام لأنه مهيمنا على الدين كله، وليظهره على الدين كله بمعنى أنه تكون له الغلبة والظهور بالدليل والحجة على ما عداه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في 3 مواضع ظهور الإسلام على ما عداه، من سورة التوبة والفتح والصف، ليظهره على الدين كله. هذا الظهور يضيف بيانا للهيمنة، وحقيقة الهيمنة نحن يمكن أن نتعقلها بأنها شعاعية الأبعاد فيما ينفع الناس مما فيه رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه ممكن أن قانونا معينا يظهر على قانون آخر لبلد آخر أو لمذهب آخر أو لدين آخر يغطي جانبا واحدا ويترك جانبا آخر، أو يغطي الأغلب ويترك الأقل، ولكن مبادئ الدين الإسلامي الحق قال الله سبحانه وتعالى عنها أنها مهيمنة على الدين كله. ووجه ذكر الكتاب كما في الآية التي تقدمنا بها مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من التوراة والإنجيل، وبالتبع الكتب الأخرى إن كانت تعاليم أو ألواح أو ما عداها، حتى في مجال العبادات مزامير داود وسليمان، يغطي الفكر الإسلامي بمبادئه وعباداته وجميع الفصول، يغطي ما عداه بشكل شعاعي لا من جانب واحد فيضعف في جانب آخر. لهذا إذا وقفنا عند الأقوال نجد أن الأقوال مهيمنة على القول كله، وإذا وقفنا عند الأفعال نجد أن الأفعال مهيمنة على الفعل كله، وإذا وقفنا على التقرير نجده مهيمنا على التقرير كله لكل الأديان ولكل المذاهب. والملاحظ هنا
إضافة إلى المذاهب السماوية والأديان السماوية، أن الهيمنة شملت الأحكام الوضعية التي يضعها الإنسان قديماً وحاضراً ومستقبلاً، وكذلك شملت البعد المعرفي لما يمكن أن يختلق أو يوضع أو يصنع من الإنسان مهما بلغ من الكمال في فكره وعلمه. وهذا الأمر سار إلى قيام الساعة الكبرى، يعني يبقى الظهور على الدين كله والهيمنة على ما عدا الإسلام من المبادئ إلى أن تقوم الساعة الكبرى ساعة القيامة، يعني تشمل حتى الظهور المبارك لمولانا صاحب الأمر والزمان، لأنه يأتي بنفس الأحكام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله، فالله سبحانه وتعالى يظهره على الدين كله. هذه كانت مقدمة لمعرفة المدخل الذي سنسلكه لمعرفة ما يتعلق بأحكام وآداب القتال عند سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام، وذلك لأننا كإمامية، يعني الفرقة الإمامية تعتقد بأن العترة عدل القرآن العظيم لقوله صلى الله عليه وآله: أني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا أو لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي. فالعترة عدل القرآن العظيم، فإذا العترة المفسرة عندنا نحن الإمامية بأنها مجموع الأئمة الذين جاءوا بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ومجموع المعصومين بإضافة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، فيكونون 14 معصوما. والذي يهمنا لتناول البحث فيه هو ما كان متعلقا بسيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام من هذه الأحكام والآداب التي افترضنا أنها مهيمنة، وكما هي كذلك بالدليل القاطع النقلي والعقلي. نحن نعتقد بأن علي بن أبي طالب صلاة الله وسلامه عليه، وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء عدل القرآن الكريم، ففعلهم وقولهم وتقريرهم حجة ملزمة بالمعنى الخاص الوجوب للفعل والترك للحرام، وملزمة بالمعنى العام في لزوم الاعتقاد بذلك فيما يتعلق بالاستحباب والكراهة والإباحة. فإذا نحن بين أيدينا كم كثير مما يتعلق بأحكام وآداب القتال عند سيد الشهداء سلام الله عليه. أما وجه
تخصيص لماذا الآداب تحديدا من سيد الشهداء سلام الله عليه؟ الجواب أن سيد الشهداء له خصوصية في الأحكام والآداب تمتاز عن غيره من المعصومين، ومشاركة الإمام سلام الله عليه مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام في موضوع القتال في صفين وغير صفين يغطى بطابع إمامة أبيه علي عليه السلام، لهذا يكون القتال وآداب القتال وأحكام القتال متعلقة بأبيه سلام الله عليه، وفي عهد الحسن أخيه سلام الله وصلواته عليه تتعلق الأحكام بأخيه، وكذلك قبل الجميع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لما سنه وقاله وبينه وعلمه وفعله في آداب القتال مما هو شبه مجمع عليه بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فهنا لنا وقفتان، الوقفة الأولى في بيان الأحكام العامة التي يشترك بها أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه مع جده وأبيه وأخيه، والوقفة الثانية هي الأحكام والآداب التي تخص المولى سيد الشهداء سلام الله عليه. وللوقوف على تفاصيل هذا الأمر يلزم أن نبين بأن فترة إمامة الحسين سلام الله عليه تبدأ تحديدا من شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني قبل عاشوراء بعشر سنين، لأن شهادة الحسن سلام الله عليه كانت في 50 للهجرة وعاشوراء كانت في 61 للهجرة، فهذه العشر سنوات هي التي ستكون محل البحث. عشر سنوات فيها من الأحكام العامة وفيها من الأحكام الخاصة التي تميز أو نقول بعبارة أدق وأوضح التي تميز بها أبو عبد الله سلام الله عليه، ولهذا سيكون البحث أعم من يوم عاشوراء، مع أنه لم تحدث مواجهة قتالية على البيان الذي حصل في يوم عاشوراء، ولكن هو في متناول البحث كونه يسمح لنا أن نسلط الضوء على ماذا أراد الإمام سلام الله عليه بهذا الأمر. ومعلوم أن الأحكام التي كانت والآداب التي صدرت بفعل الإمام سلام الله عليه أو بقوله أو بتقريره هي إما تكون تأكيدا لما جاء في القرآن الكريم وما جاء من النبي والوصي والصديق الكبرى وأخيه الحسن سلام الله عليه، وأما يكون بيان لما جاءوا به، وأما يكون تشريع، لأننا كما قدمت لكم نعتقد بأن الأئمة
أحد مصادر التشريع إضافة إلى القرآن وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وأما يكون من خصوصيات الإمام سلام الله عليه لا يشاركه فيها أحد، لا قضائيا ولا حكما شرعيا، كما ذهب بعض الفقهاء في بعض أمثلة قضاء أمير المؤمنين سلام الله عليه أنها من خصوصيات حكومة وقضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. لهذا في بياننا سنمر على كل هذه المواضع، ولكن الموضع الأهم الذي نقصده بالتحديد والبيان هو ما تميز به سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مما هو أعم من خصوصية خاصة به، لأن بالنسبة لبيان الخصوصية التي اختص بها لا يمكن عدها تشريعا للمسلمين، ولكن فيما يتعلق ببيان تأكيد الحكم الشرعي، يعني تأكيد ما جاء في آداب وأحكام القتال عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أو بيان له، أو خصوصية لسيد الشهداء، هذا هو في متناول البيان الذي متناول البحث الذي نحن فيه. أما بالنسبة للأحكام التي يختص بها مما لا يشمل المسلمين فلا يمكن عده أسوة، من ناحية أنه سيد الشهداء سلام الله عليه اختص به بشكل خاص بالدليل الخارج عن استدلالاتنا وبحثنا، إنما ممكن أن نذكره ونبين أنه من خصوصياته عليه السلام وليس أكثر من هذا بالنسبة لهذه النقطة فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون مؤدين للحق الذي علينا، حق الإمام سلام الله عليه وقبله حق الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا دعاء الإمام وشفاعته وصحبته في الجنة بالصلاة على محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.